ننتقل وحضراتكم إلى المحور الثاني في هذه المحاضرة، ونتحدث فيه عن الموازنة بين الأعمال الشرعية المتساوية في الماهية. في المحور الأول تحدثنا عن ترتيب الأعمال الشرعية وتقديم بعضها على بعض بشكل عام. الآن نتحدث عن المفاضلة بين الأعمال نفسها، مثلا الصلاة، هذه الصلاة أفضل من هذه، لماذا؟ بحسب اعتبارات مختلفة. فالموازنة هنا بين الأعمال المتساوية في الماهية ولكن المتفاضلة بين بعضها البعض بحسب الاعتبارات التي تحف بها وبحسب الحيثيات التي تحيط بها. يمكن أن تكون المفاضلة بين الأعمال المتساوية بحسب مكان أدائها. من أمثلة ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام أو إلا المسجد الحرام. ففي هذا الحديث يبين لنا أن الصلاة في المسجد النبوي أفضل 1000 صلاة، أفضل من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد. الصلاة نفسها ولكن تفاضلت بحسب مكان أدائها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجة. فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه خطيئة حتى يدخل المسجد، وإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت تحبسه، وتصلي عليه الملائكة ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه ما لم يحدث فيه. ففي هذا الحديث يبين لنا أن نفس الصلاة إذا أديتها في جماعة تفضل الصلاة الفردية 25 درجة. أضف إلى ذلك فضيلة السير إلى المسجد وفضيلة المكث في المسجد. أيضا ممكن أن تتفاضل الأعمال فيما بينها بحسب زمان أدائها. من أمثلة ذلك ما رواه ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه؟ قالوا: ولا الجهاد. قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. فالأعمال الصالحة في عشر ذي الحجة أفضل من الأعمال الصالحة في غيرها. وفي هذا بيان أن على المسلم أن يستغل الأوقات الفاضلة ويكثر فيها من الأعمال الصالحة. أيضا هناك المفاضلة بين الأعمال بحسب أحوال المكلف. فمن ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي الصدقة أفضل؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح حريص تأمل الغنى وتخشى الفقر ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. المفاضلة بين الأعمال بحسب الانقطاع أو المداومة. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل. فالعمل الدائم القليل أفضل من العمل الكثير المنقطع.
أيضا هناك المفاضلة بين الأعمال بحسب الفرضية أو الندب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى، قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه.